عايزين ندخل في الموضوع على طول، ما اعرفش حضرتك كنت سامعنا ولا لا، ولكن اتفضل. كنا بالعربي والمصري بنتفشخر بنجم منتخبنا وفخر العرب. يعني في البدايه كده كلمنا عن ردود افعال الصحافه والجماهير في انجلترا عن الارقام القياسيه لذا ايجيبشن كينج محمد صلاح. خليني اقول لك اياها بالسوري، انتوا بالمصري بتقولوا بتفشخر بمحمد صلاح، احنا بنشوف حالنا فيه لمحمد صلاح. وصفته بالاسطوره مع ضيوفك الكرام بحديثك عنه، وبصراحه محمد صلاح اسطوره حيه. بالنسبه للتغطية على لمحمد صلاح، الصحف الانجليزيه بعد كل جوله دائما كلام محمد صلاح النجم الاول لليفربول، محمد صلاح المنقذ لليفربول، لانه في كل مباراه في مساهم، ان كان بعدد ان كان باسيست بصناعه هدف او بتسجيل هدف. محمد صلاح مع كل الاشاده على وسائل التواصل الاجتماعي بالصحف البريطانيه، لكن خليني اكون معك دقيق. اعتقد محمد صلاح ما اخذ حقه بالاعلام بكل امانه وبكل صراحه. ليه؟ اليوم الارقام اللي عم نشوفها من محمد صلاح، ما عم نحكي على موسم واحد، عم نحكي من وقت ما انتقل لليفربول لحد اللحظه. انا شايف الاعلام الانجليزي مقصر بحق محمد صلاح، في اشاده في 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 مدح كبير لمحمد صلاح، بس من وجهه نظري محمد صلاح بيستاهل اكثر. انا ما عم بحكي هالشيء لانه هو واحد منا، واحد لاعب عربي لاعب مصري، لا، بس الارقام اليوم كثير صعب تلاقي لاعب يثبت على هذا المستوى، كان على مستوى الارقام على مستوى الاهداف. محمد صلاح اليوم هو ثاني هدافين الدوري الانجليزي، في اخر اربع مواسم هو دائما منافس على صداره الهدافين، هو واحد من اكثر اللاعبين اللي بيصنعوا الاهداف. مع هيك بتلاقي في بعض التضخيم ببعض الاحيان لبعض اللاعبين اللي كمان مهمين في مراكزه، ولكن محمد صلاح الحديث عن ارقامه القياسيه عن الايجابيات موجوده كثير، ولكن انا من وجهه نظري ما عم بحكي بس كشخص عربي، عم بحكي هون اليوم عن حقائق قدامنا، محمد صلاح بيستاهل اكثر من هيك بكثير.